وبمناسبة اليوم الدولي للضمير، أصدر مجلس الشورى بياناً ثمن فيه ما حققته مملكة البحرين من نجاح كبير ومنجزات متعددة في مجالات التسامح والسلام والتعايش وتعزيز حقوق الإنسان، بما يرسخ المبدأ والمنهج الذي خطه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأكد عليه ضمن مشروعه الإصلاحي الكبير ومبادراته الملكية المتعددة لتعزيز السلام العالمي وجعل الضمير الإنساني وقيم ومبادئ التعايش بين الجميع هي القواسم المشتركة التي يبنى عليها تقدم الدول وازدهارها والثقافة التي تتفق عليها كل الشعوب. ويؤكد مجلس الشورى أن اليوم الدولي للضمير يعكس الاهتمام الكبير والحرص المستمر من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لتوحيد الجهود الدولية والأممية في خدمة كل مجتمعات العالم لتعزيز السلام والتسامح والاندماج والتفاهم والتضامن، مشيدا المجلس بمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودعمه المتواصل لكل البرامج والخطط الرامية لإبقاء مملكة البحرين رائدة ومتقدمة في النهوض بالسلام العالمي، معبرا المجلس عن الفخر والاعتزاز بما يتسم به شعب البحرين من روح عالية تجسد أسمى معاني الضمير الإنساني، وخصوصا في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها دول العالم بسبب فيروس كورونا، حيث قدم شعب البحرين نموذجا حضاريا للضمير والإنسانية بما يقدمه من عطاء وأخلاص وتعاضد بين مختلف فئات المجتمع، وهو ما سيمكن مملكة البحرين بإذن الله من المضي بثبات لتواصل مسيرة التقدم والازدهار بفضل قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.